لا يوجد مدمن واحد في صفوف مقاتلين، الجميع متدينون بشدة. هكذا وصف رمضان قديروف جنوده رداً على تصريحات البابا فرانسيس التي قال فيها بأن المقاتلين الشيشانيين في الجيش الروسي هم الأكثر قسوة في حرب أوكرانيا. الزعيم الشيشاني المعروف بإخلاصه لبوتين يبدو أنه انزعج بشدة من البابا، معتبراً أنه وقع ضحية دعاية وسائل الإعلام الأجنبية، وأكد أن مقاتليه يمشون على خطى النبي محمد في الحرب، وأن شعبه يسترشد بالدين الإسلامي في كل جوانب حياته.